السلام عليكم، معاكم محمود من قناة روا لايف. الداتشا، ايه داتشا؟ ما معنى داتشا؟ داتشا هي بيت صيفي بمفهوم عرب كتير وناس من اللي هي عاشت في اوكرانيا وروسيا لسنين ومتزوج من هناك وعايش ممكن معاه جنسية، بيقول لك هو البيت الصيفي. ولكن هو المفهوم ده مش صح قوي، او هو اقرب للصحة طبعا، لكن الأصح هو أنا عايز أتناول معنى كلمة داتشا جاية منين. داتشا جاية من داش دايوش، يعني حاجة بتعطي، المكان اللي بيعطي السعادة، اللي بيعطي الأكل والشرب، أو اللي بيدي الاسترخاء، اللي بيعطي مكان الداتشا. فحتى الروس لو سألتهم أو الأوكران ممكن ما يديكش إجابة صحيحة. لذلك ناس كتيرة من العرب بيبقى عندهم إجابة مشوشة عن مفهوم الداتشا. داتشا يعني إيه؟ يعني فين؟ يعني كام؟ أهو مكان بنروحه في الصيف وخلاص. مراتي عندها داتشا بروحه وخلاص. أهل مراتي بيروحوا الداتشا فأنا بروح معاهم وخلاص. هي نفسها البنت أو الزوجة بتروح الداتشا وهي يعني بتعمل واجبات معينة ومش عارفة بتعملها ليه وإزاي، بس هي تعودوا على كده. traditions. نيجي بقى للتحليل اللي تعودته عليه في قناة روا لايف، انا احلل لك كل حاجة واجيب لك التأصيل بتاعها. الداتشا هي عادة سوفيتية قديمة ان الناس تروح الريف، لان اما فترة الاتحاد السوفيتي اما نقلوا الناس لبيوت خرسانية او اسمنتية وبدأوا حياة الريف يسيبوها بشكل كبير في المدن الرئيسية. طبعا فضل 80% ولا حاجه لسه عايشين في الريف، بس في عشان يفضل ارتباطهم بالريف قالوا طب البيت القديم بتاعنا نعمله مزرعه. مزرعه؟ طب ما احنا يعني هنراعي الزرع ازاي؟ يقول لك لا، ما انت هتروحوا في الصيف وتسيبوا في الشتاء، في الشتاء ما فيش مزروعات، فانت هتتناول يعني العمليه او الدوره الزراعيه لحد شهر نوفمبر، من 5 لنوفمبر تفضل بقى ايه تزرع وتشوف بقى النباتات اللي تحصدها وكده، تجيب حيوانات، تعمل اللي انت عايزه. فبقى الداتشا انا مش هقعد ازرع واقلع واهري في نفسي فقط، يعني المواطن كده بيفكر، يعني السوفيتي قال لك لا، اروح هناك يبقى في بحيره ننزل فيها نبلبط نعوم، فيبقى كده كاني رحت البحر، كاني رحت البلاج. اروح اصطاد عند البحيره برضو او النهر او كده، فيبقى ريبالكا برضو ايه نشاط صيد. ده حاجتين. الحاجة التالتة طبعا الزراعة والحاجات دي، امسك الحاجات اللي عايزة تتخلل، اجمع الفطر، اجمع اليجدة، اجمع اللي هجمعه، كل الانشطة اللي بعملها زراعيا دي برضو استمتاع، ان انا بزرع وبلاقي برمي حبوب وبعد كده بعد شهرين ثلاثة بجنيها. وطبعا بيزرعوا حاجات اللي هي السريعة اللي هي ما بتاخدش وقت طويل، اللي هي مثلا زي ايه يعني الخيار، الجزر، البصل، البطاطس، طبعا بيزرعوا بطاطس كتيره جدا. فوز المزروعات. طبعا البيت بيبقى محتاج تنظيف ورعايه باستمرار، لان البيت خشبي ومش مجهز، والشتاء طبعا جه جاب اجله او بهدله، فطبعا بيظبطوا الحاجات دي كلها. ده للناس اللي بتروح الريف او الداتشا اللي موجوده في الريف، اللي بتربطهم بمجتمعهم الاصلي قبل ما يروحوا للمدن الجديده او المدن المعمره وفي البيوت الاسمنتيه الخرسانيه. ايه تاني من الانشطه؟ تربيه الحيوانات، طبعا فراخ بتجيب بيض، ارانب بتولد كتير، بيربوا بقى كلب قطه علشان حمايه، زي ما قلت قبل كده ان الكلب حمايه للبيت في عدم وجودهم وفي وجودهم. القطه طبعا عشان الفئران المنزليه اللي تحب تيجي تقرقط حاجه، تاكل حاجه، تبوظ حاجه، فئران اللي بتيجي من الغابات كتير، فالقطط بتقوم بالواجب اذا كانت قطط كويسه يعني، والقطط بتخلف طبعا وتتكسر وبتبقى كتير. فتربيه القطط والكلاب بقى غيه اصلا من عند اهل الريف، يعني مش حاجه جديده عند الفتاه المدنيه، ممكن يبقى غريب عليها، لكن الفتاه اللي هي اصلها من الريف او كانت في الريف من فتره قليله مش غريب عليها تربيه القطط والكلاب. وفي ناس في الريف او ناس بتروح الداتشا وبتيجي او عايشين في الريف باستمرار وما عندهمش لا كلب ولا قطه، يعني متعودين على كده. في ناس كده وفي ناس كده، اوكي، او في ناس عندهم كلب وقطه بس البنتهم او ابنهم ما بيحبش يتعامل معاهم، ده ابويا او امي اللي مربيهم ومالوش دعوه بيه، وبيخاف من الكلب ده مثلا، او ما بيحبوش، او ما بيحبش القطه، ما بيحبش تخش البيت مثلا. فده سيناريو القطط والكلاب والحيوانات عموما، تربيه الحيوانات. بيعملوا ايه تاني هناك؟ طبعا حمامات الشمس بقى، ايه من غير بحر ومن غير بحيره ولا اي حاجه، ياخدوا حمامات شمس، الدنيا حر وكده وبتاع.
طبعا الانشطه المختلفه، اذا كانوا بقى يركبوا عجل ويلفوا في المدينه، اي انشطه صيفيه رياضيه بيفرشوا ويعملوا، مثلا يلعبوا فولي بول في مكان معين ويحطوا شبكه في النص، في العاب كتيره بيلعبوها. طبعا من اشهر الالعاب هي الدراجات، بس عشان نبقى واضحين الدراجات، لان طبعا الارض مش سليمه قوي ان انك تمشي على روليكي او اللي هي الاحذيه ذات العجلات او الباتيناج، مبقاش الارض قوي معبده مش سليمه في الداتشا او في المنطقه الريفيه للكلام ده. فالداتشا فيها انشطه زي ما قلت لك كتيره تتعمل، سواء على مستوى الاطفال او على مستوى الناس الكبار. اضف الى ذلك بقى الشوي، بقى حفلات الشوي الشاشلك ممكن تبقى يوميا، ما احنا قاعدين في الداتشا بقى فاضيين نقعد ناكل ونحش وبتاع، فبرضه دي ثقافه ريفيه وثقافه الداتشا. فالداتشا بالنسبه لهم جنه، مكان للاستمتاع. فلما الناس اللي ما عندهاش داتشا او الداتشا بتاعتهم مش جاهزه او زهقوا منها، يقول لك طب نروح تركيا بقى، نروح مصر، نروح حته يعني نعمل فيها الانشطه دي. بعض الدول الاذكيه بقوا يعملوا محاكاه للداتشا في الاوتيلات، فالناس تقدر تعمل الانشطه اللي كانوا بيعملوها، سواء مثلا شاشليك، سواء بتاع يعني مثلا الوجبات يكون فيها مشويات كتير، سواء بقى فراخ لحمه اي حاجه او اسماك، فالناس بتتكيف قوي الروس وبتاع طبعا والاوكران طبعا. الاكل الشهي ده ثقافه بيحبوها اكتر في الداتشا، وبيجيوا بقى المخللات وبتاع والحاجات اللي مخزنينها والكومبوت اللي ملوش طعم ده وحاجات كتيره، يقعدوا وكفاس ومشروبات احيانا بيره وحاجات من دي، اللي بعض الناس مش كل الناس طبعا بتسكر وهي في الداتشا، بس داتشا حياه كامله. ايه بقى الفرق ما بين داتشا، بودينوك، دوم، كاتيج؟ تاني، داتشا، دوم، او بودينوك، دوم، كاتيج. الكاتيج ده بيبقى بيت كبير كده زي فيلا. الدوم هو منزل مجهز للعيشة صيف شتاء، منزل خشبي. البودينوك بقى ده كلمة أوكرانية، بودينوك حاجة ما بين الداتشا والبيت، بيبقى بيت بس مش مجهز صيفيا، يعني او بيت بس او داتشا بس كبير شوية وليه بانيا وكده. طبعا البانيا ده استمتاع برضو زي الساونا كده، دي مش موجودة في البيوت الشخصية، فدي برضو من الحاجات اللي مستمتع فيها في الداتشا. فالداتشا هي اصغر حجم، اصغر حاجة ممكن تستمتع بيها او ممكن تمتلكها في المنطقة الريفية. الداتشا ناس كتير بتشتريها وتحولها البيت لدوم، ما هو الفرق بينهم ايه غير تدفئة وعزل، لأن الداتشا بتبقى مبنية إن هي هويانة، لكن البيت لأ، في الشتاء أنت هويانة، ده أنت هتموتنا، الدنيا تلج، التلج هيخش في بقنا جوه البيت، فلازم عزل كويس جدا. فبنحول الداتشا لدوم. طبعا الدوم بيبقى صعب جدا معيشة فيه في الصيف، فبيحاولوا إن هم يفتحوا شبابيك أو يعملوا شبابيك بشكل معين بحيث إنها تجيب تيار هواء أو حاجة، بيحاولوا يتصرفوا. على فكرة ما بيسيبوش حاجة للظروف الشعوب دي. بالتجربه والاكسبيرينس يعني مستحيل تلاقي مثلا بيت ما فيهوش تجهيز ضد الجليد او ضد التلج، او ما مستحيل تلاقي بيت مثلا فوجئوا كده ان في التلج السنه دي قفل الطريق، لا ما بتسيبوش حاجه للظروف، في حته عارفين الجليد ما بيتكوم هنحطه فين او هنمشي منين، كل حاجه معمول حسابها مش متسابه للظروف، مش كل سنه يتفاجئوا، يعني ده اللي عايز اقول عليه. المجتمع الريفي ذكي في روسيا واوكرانيا، بيتمدن باستمرار حتى على مستوى الريفي، بيزبطوا الشارع، بيزبطوا بيوتهم، بيزبطوا الأسوار، بيزبطوا البيت من جوه، الاحتياجات، احتياجاتهم المحلات، هنجيب حاجتنا منين، عايزين طب ننظف الواجهة، عايزين نعمل ريمونت أو مثلا تجديد للسقف، حاجات كتيرة بيجددوا فيها، ما بيسيبوش الدنيا لظروفها كده ويلا أصل السقف بينقط، طب سيبه هنعمل ايه، ما احنا عايشين كده بقى، ما احنا حياتنا، لا مهما كان الموضوع صعب بيجتهدوا. شغل الريف كتير يوميا، في مجهود، في اذا كانش في زراعه في الشتاء في مجهود تاني، كل موسم في المجهود والشغل بتاعه، شغل تقيل عنيف بس الناس بتعود عليه وبتحبه. والترند اللي ماشي دلوقتي في روسيا واوكرانيا الفلاحين والفلاحات، بالذات الفلاحات يعني البنات، بتعمل فيديوهات وفلوجات من البيت الريفي والأنشطة اليومية ومغامراتها مع البط والإوز والمعيز والفراخ ومع الحيوانات والكلاب والقطط والحاجات دي، وتنظيف البيت والزرع وازاي يزرعوا وازاي يقلبوا الأرض وكل المجهودات الزراعية والمجهودات الريفية اللي بتتعمل، أصبحت ترند
وناس كتيرة بتعمل لايكات وحابة الموضوع ده، لان دي مش حاجة مش غريبة عليه على معظم الشعب الاوكراني والروسي. وخلاص كده خلصت الحلقة، اتمنى ان يكون فادتكم بشكل كبير النهاردة. ان شاء الله في حلقات تانية هتكلم فيها على شراء البيوت غير الحلقات اللي فاتت اللي عملتها في الشتاء، ويمكن الناس اتقفلت شوية من البيوت الريفية والبيوت المستقلة. ان شاء الله في الصيف جو تاني خالص ومعلومات تانية خالص للي عايز يشتري، تسأل على ايه وتبص على ايه في البيت قبل ما تشتري، وساعتها تقيم السعر، والسعر بيتقيم على اساس ايه. ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.